مشاهدينا اهلا بحضراتكم، وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار، وكل يوم معانا موضوعات مختلفه ومتنوعه بتغطي مستجدات الاحداث. الفتره دي هيكون في حدث ثقافي كبير بتشهده مصر، طبعا معرض الكتاب اللي كان متوقف لفتره بسبب الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا ورجع تاني السنه دي، والحقيقه اكيد هيكون في اجراءات احترازيه وعدد مناسب من الناس موجودين في صالات العرض المختلفة، لكن هو موسم زي ما بيقولوا لطيف جدا لكل أفراد الأسرة المصرية إنها تروح وتشتري كتب وتتعرف على مطبوعات جديدة، وأيضا احتفاء بكل المواهب الثقافية والأدبية اللي موجودين عندنا. النهاردة هنحتفي بيهم برضو في هذا الصباح، وموضوعاتنا كلها بتدور حول الإبداع الكتابي. عندنا موضوع عن موهبة أدبية بتشارك لأول مرة في معرض الكتاب، هي بسملة خالد، وهنتعرف على تفاصيل مشاركتها والكتاب اللي بتشارك به. وعندنا أيضا احتفاء تاني من وزارة الثقافة بالمبدع الصغير اللي عملت باسمه مسابقة للقصة، شارك فيها عدد كبير جدا من الأطفال والمراهقين، وتم إعلان نتيجة المسابقة بالفعل وحصلت على المركز الأول في القصة فيها هنا أحمد سعيد، وهتكون معنا هنا في الاستوديو نتعرف عليها أكتر ونشوف الإمكانيات اللي خلتها تفوز بالمركز الأول في مسابقة القصة، وأكيد هنتعرف على تفاصيل القصة ومختصر عنها. دي الحوارات اللي هتكون معنا النهاردة، لكن ده بالإضافة لفقراتنا الثابتة، نشرتنا الاقتصادية والرياضية، وجولتنا مع عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. خليكم معانا، هنروح لفقرتنا اللي بنبتدي بيها عادة هذا الصباح، فقرة ايروبكس، نجدد نشاطنا وحيويتنا في بداية اليوم. من بعدها هيكون لينا جولة مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. يا صباح الفل، النهاردة احنا مكملين وبنتكلم على الحاجات اللي ممكن تكون متاحة حوالينا ومش مكلفة خالص، ونقدر ان احنا نستغلها في ان احنا نعمل بيها تمارين. النهاردة نتكلم على ترانك ويل او كاوتش العربية، الكاوتش بتاع العربيات الكبيرة ده اللي هو بيبقى عامل زي عربيات النقل. ازاي نقدر نستخدم التول دي في ان احنا نعمل بيها تمارين؟ طبعا اللي احنا نشتغل بيها النهارده دي مجهزه شويه عشان بتاع الجيم وبتاع، لكن احنا ممكن نجيب واحده عاديه خالص، بس المهم ان هي ما تكونش فيها قطع، لان الكاوتشات دي من جوه بيبقى فيها اسلاك فممكن تاذي ايدينا او ممكن تعور. فلو احنا عندنا واحده من دول قدرنا ان احنا نحصل عليها من غير ما يكون فيها قطع او حاجه ممكن تاذي ايدينا، نقدر ان احنا نشتغل بيها مجموعه تمارين، وهنشوف النهارده مع بعض التمارين دي ونعملها مع بعض ونشوف ازاي ممكن نستفيد من التولز.
يا رب تكون كانت التمارين النهارده سهله علينا، وان شاء الله تسهل علينا تمرين العقله، ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله. أهلا بكم مرة تانية، ونبتدي معاكم في جولتنا في آخر أخبار الساعة. والحقيقة وزيرة التضامن الاجتماعي بالأمس شهدت احتفال بتعافي 100 شاب من تعاطي الإدمان بمحافظة مطروح، وقامت بافتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية زي النادي الاجتماعي ومركز رعاية أطفال التوحد، وتفاصيل كتيرة جدا حكيتها وزيرة التضامن الاجتماعي في حوارها مع الزميل أحمد ممدوح اللي حضر هذه المناسبة. نتابع الحوار. دكتورة نيفين القباجة وزيرة التضامن الاجتماعي، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني مشروعات اجتماعية واقتصادية بتشهدها محافظة مرسى مطروح، يمكن تم برضو تكريم دفعة من المتعافين من متعاطي المخدرات، وايضا افتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية منها النادي الاجتماعي. يعني لو اتكلمنا عن هذه المشروعات ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لهذه المشروعات في المحافظات الحدودية. طبعا النهاردة يعني شرفت في ان انا اكون في استضافة وصحبة معالي الوزير اللواء أركان حرب خالد شعيب في صحبتنا من الصباح الباكر. يعني الحقيقة في عدة مشروعات العلاقة بين الوزارات والمحليات بتزداد توطيدا يوم بعد يوم. يمكن احنا بنشتغل على مستوى سياسي اكتر وبننزل على الارض، لما بنيجي ننفذ الانشطه الميدانيه عن حق بيتم التعاون مع المحافظين. وانا الحقيقه يعني باثني على دورهم، لان دورهم برضو عليهم اعباء كبيره، وبنسعد دايما كوزاره التضامن الاجتماعي ان احنا نعمل جنبا الى جنب مع الساده المحافظين. فانا بشكره على استضافته لينا النهارده. الرحله الحقيقه بدات من زياره، يعني النهارده كنا في مركز العزيمه للتعافي من الادمان، وكنا بنهنئ طبعا المتعافين وانفسنا ان في 100 متعافي يعني خرج من هذا المركز في مرسى مطروح على مساحة ما يقرب من 8000 متر. تم افتتاح هذا المركز من قبل افتتاحات اللي قام بها السيد الرئيس في فبراير 2021. منذ ذلك الوقت فقط يعني الحقيقة انضم كثير من الراغبين في التعافي. فالنهاردة كنا بنخرج 100، لكن يعني في 546 خضعوا للعلاج في هذا المركز منذ ذلك التاريخ. يعني يمكن النهارده كمان كان في اطار احتفالات اليوم العالمي لمكافحه الادمان والاتجار غير المشروع بالمخدرات. ثم جئنا في النادي، النادي الاجتماعي. والنادي الاجتماعي ده من ضمن الاصول اللي ما بين وزاره التضامن الاجتماعي لينا بالتنسيق مع السيد المحافظ. كنا بنفتح فيه مجمع للطفوله، وده الحقيقه يعني بيعكس اهتمام السيد الرئيس بمرحلة الطفولة المبكرة، وبيعتبرها هي اللبنة الأولى اللي بنبتدي فيها بناء الإنسان الحقيقي. عشان كده يعني سيادته توجه بالاستزادة من فتح الحضانات ومن خدمات الطفولة المبكرة، لأن التنمية الاستدامة بتبدأ من هذه المرحلة. فإحنا يعني على توسع المفروض هذا العام نفتتح أكثر من 7000 حضانة على مستوى الجمهورية. فجينا هنا هو نفتتح في المجمع الطفولة اللي بيضم نادي طفل وحضانة، وبيضم أيضا مكتبة، وده بيشمل كل الجوانب التنموية للطفل اللي بنخدم فيه الطفل وأسرته، في إطار أن النادي كمان فيه حمام سباحة وفي ملعب رياضي، وده بيتيح فرصة أكبر للشباب وللنشأ أنه يمارس أنشطته الرياضية والفنية والثقافية داخل إطار مؤسسي رائع وفي إطار الطبيعة. بالنسبة لبرامج حياة كريمة في محافظة مرسى مطروح، لو اتكلمنا عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم برضو برامج حياة كريمة للمواطنين في هذه المحافظة. حياة كريمة في المرحلة الأولى شملت 5 قرى في محافظة مرسى مطروح. المرحلة الثانية ما كانش فيه مراكز هنا في مرسى مطروح. يمكن مرسى مطروح نسبة الفقر فيها 49%،
كان في استهداف ايضا لمراكز اخرى وتركزات او مراكز بتجمع اكبر عدد ممكن من المواطنين. لكن مش معنى ان مفيش حياه برنامج الرئاسي حياه كريمه هو قادم، ولكن احنا بنستشرف التعاون، لان الحياه الكريمه كده كده احنا شغالين فيها في برامج عده. فليس معنى ان مرسى مطروح مراكزه غير مدرجه، لكن في توجيهات دايما من القياده السياسيه ومن دوله رئيس مجلس الوزراء ان المحافظات زي مرسى مطروح والوادي الجديد واسوان والنوبه نلم هذا الشمل ونطور هذه الاماكن ونسعى في مزيد من الانشطه والتدخلات التنمويه بما يشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والرياضي والطفوله. فالعمل باقي ومستمر حتى لو ما كانش في حياه كريمه هذا العام، ولكن ان شاء الله في الاعوام القادمه تخدم لغايه ما نخلص بقى ال 52 مركز اخرين. شكرا فندم بالتوفيق. شكرا جزيلا. يعني كما نشاهد مشروعات اجتماعيه وتنمويه بتشهدها محافظه مرسى مطروح، وفي انتظار ايضا العديد من المشروعات الخدميه القادمه بما يعود بالنفع على تحقيق الخدمه للمواطنين في محافظه مرسى مطروح في المقام الاول. شكرا لكم والى اللقاء. نروح لخبر تاني، هذه المرة من وزارة النقل، حيث شهد وزير النقل كامل الوزير فعاليات البدء الرسمي لشغل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال شركة فرنسية. وأشار وزير النقل إلى أنه الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو طويل المدى، هو خدمة أو تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة. نتابع تقرير مفصل عن آخر التطويرات في قطاع النقل. في مؤتمر صحفي رسمي استضافته أروقة محطة مترو هليوبلس أكبر محطات المترو في إفريقيا والشرق الأوسط، أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير عن البدء الرسمي لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال إحدى الشركات الفرنسية العالمية. تم الاتفاق مع الشركة الفرنسية على تأهيل وتدريب العاملين المصريين وألا تقل نسبتهم عن 90% من المتواجدين لإدارة هذا الخط، بل تعدت هذا الرقم ووصلت حاليا كما سمعت اليوم من القائمين على الشركة إلى 95%. نحتفل اليوم بتسليم شركة RTB ديف الفرنسية إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو عدلي منصور العتبة من كتكات رود الفرج جامعة القاهرة، والتي تم التعاقد معها في سبتمبر 2020 لتقوم بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمدة 15 عام للأجزاء التي تم افتتاحها من الخط، والتي يبلغ طولها حاليا 23.5 كيلومتر وعدد 19 محطة. وزير النقل أوضح أن الإعلان يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن. وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية احتفظت وزارة النقل بحقها في تحرير سعر التذكرة وألا يكون للشركة الفرنسية الحق في تغييره، حيث تعتبر خطوط المترو مشروعات خدمية تدعم الدولة من خلالها عدد كبير من طوائف المجتمع، سواء جمهور الركاب العادي أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطلبة أو كبار السن. إنها رحلة 40 عاما من الشراكة بين مصر وفرنسا، 40 عاما من التعاون بين الشعبين والثقافتين والاقتصادات والتكنولوجيات. ما أتحدث عنه هو تجربة مترو الأنفاق، والتي تمثل نموذج للتعاون بين البلدين، ولست متأكدا أن هناك مثل هذا التعاون بين الدول، لذا فهي تجربة فريدة واستثنائية. وتعمل الشركة الفرنسية في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا من خلال أكثر من 100 شركة، علاوة على خبراتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتي تصل إلى 120 عاما وتصدرها المرتبة الخامسة عالميا في هذا المجال. من مقر انعقاد المؤتمر على منتصر النيل.
ثلاث أيام فقط ويتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأبرز اللي بينتظره كتير جدا من الأسر المصرية. الحدث هيتم افتتاحه يوم 30 يونيو يوم الأربعاء القادم، وهيستمر حتى يوم 15 يوليو. عدد كبير جدا من الكتب السنة دي هيتم نشرها، وبدأوا بالفعل كتير من الكتاب والصحفيين يحطوا أغلفة الكتب اللي هتصدر السنة دي في معرض الكتاب. الجديد السنة دي انه التذاكر هتبقى اونلاين، هتبقى تذاكر ممكن حجزها عبر المواقع الالكترونية، وده طبعا تحقيقا لشروط التباعد الاجتماعي وانه ما يبقاش في تزاحم على شباك التذاكر. كل التوفيق لكل اللي مشاركين وكل الشغوفين بالكتابة والأدب والفكر. نتابع تقرير عن معرض القاهرة الدولي للكتاب. على قدم وساق تجرى الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52، نسخة استثنائية تجيء بقرار جريء من الدولة لتنظيم فعاليات المعرض في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إلغاء كثير من المعارض والمؤتمرات الدولية في بلدان العالم المختلفة. ده تحدي كبير جدا إن الدولة تقيم أو تنفذ نسخة معرض الكتاب الدولي في هذه الظروف الاستثنائية، وأنا شايف الإجراءات اللوجستية والإجراءات الاحترازية مطبقة على أعلى مستوى، وحتى العارضين من الدول الأشقاء والدول الصديقة بيشيدوا بالتنظيم الجيد والاستعداد الجيد لإدارة المعرض في ضوء جائحة كورونا. الدولة الحمد لله قدرت ان هي تقيم معرض في هذه الظروف، واخدت يعني نقول ايه خطط زي دخول الناس وحاجة زي كده، بيتم الحجز عن طريق الانترنت في اجراءات احترازية قوية جدا. 25 دولة سيتواجدون في أروقة النسخة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ما بين دور نشر محلية وعربية وعالمية. تم تقديم الدعم والتسهيل الكامل لهم لإقامة الفعاليات. هيئة الكتاب موفرة كل حاجة للناشرين، المساحات كل حاجة بسهولة، والتعاقد بسهولة، وكل حاجة تمام. يعني السنة هذه في عندنا كان تميز أكتر من خلال سهولة تسجيل في الموقع الإلكتروني ورفع القوائم كاملة عن طريق الموقع. طبعا هذا الشيء كان مفيد جدا حتى للقراء فيما بعد أنه يعرفوا الكتب الموجودة في المعرض. نسخة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أقدم وأهم الملتقيات الثقافية والأدبية في الشرق الأوسط، تستعد للانطلاق من قاهرة العلم والثقافة. أيام قليلة وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52 حاملا معه رسائل عدة، ليس فقط على المستوى الثقافي والأدبي، ولكن في كيفية التحدي المصري بإقامة المعارض والمحافل الدولية رغم أزمة كورونا. من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مصطفى عبد الفتاح، النيل. نروح لأماكن تانية في العالم، نروح روسيا حيث أقيم مهرجان الأشرعة القرمزية تكريما لخريجي المدارس العليا في سان بطرسبرغ، ويقام الاحتفال السنوي ده يعني بشكل دوري ويجذب الملايين من خلال أو بفضل الألعاب النارية المبهرة والعروض الموسيقية اللي حضراتكم شايفين صور ليها على الشاشة. بسبب انتشار فيروس كورونا طبعا المهرجان أخد هذا العام شكل مختلف، ما كانش فيه جماهير حاشدة، وتم بث العرض الاحتفالي على شاشة التلفزيون لملايين الخريجين من أنحاء روسيا. وكان مهرجان الأشرعة القرمزية بدأ تحديدا عام 1968 لما اتحدت مدارس مدينة لينينغراد بالاحتفال بنهاية السنة الدراسية بهذه الطريقة، وتوقف هذا التقليد خلال الحقبة السوفيتية، لكن تم إعادة إحيائه في عام 2005، وبيعتبر حدث سياحي هام جدا.
على جزيرة صغيرة حيث يلتقي نهر السنغال بالبحر. استمع مئات المتحمسين لموسيقى الجاز ومعجبي المطربة الفرنسية السنغالية أوا لي، وهي بتغني أغاني شهيرة جدا عرفت بيها. طبعا فيروس كورونا تسبب في وقف مهرجان سانت لويس الموسيقي لموسيقى الجاز خلال تاريخه، يعني دي المرة الأولى اللي بيتوقف فيها خلال تاريخه البالغ من العمر 29 عام، لكن عاد العام الحالي وجلب معه الحياة مرة تانية اللي كانت الناس في أشد الحاجة ليها في جزيرة سانت لويس، اللي بتعد في نفس الوقت موقع للإرث العالمي تابع لمنظمة اليونسكو، وبتشتهر بمعمارها الهندسي اللي بيرجع للعصور الاستعمارية ومنازلها ذات الألوان الفاتحة. خلال عطلة الأسبوع الماضي كان ممكن سماع الألحان الإفريقية، موسيقى الفانك ذات الأصول الإفريقية الأمريكية، وأغاني البلوز زنجية الأصل على طول الشوارع الضيقة، صادرة من المطاعم والمقاهي والفنادق في الصباح الباكر. وعلى الرغم من أنه عرف كأكبر مهرجان إفريقي لموسيقى الجاز، إلا أنه عانى من تناقص الحاضرين منذ الأيام اللي استضاف فيها نجوم زي عازف البيانو هيربي هانكوك اللي عزف هناك عام 1996، لكنه ما زال يجذب المتحمسين من أنحاء غرب أفريقيا وأوروبا، وأصبح مصدر فخر بالنسبة لمؤدين الشارع في المدينة. نروح لإيطاليا اللي بيعد مبنى فيها الكولوسيوم البالغ من العمر 2000 عام القلب النابض للمدينة الإيطالية اللي بتجذب طبعا عدد كبير جدا من السياح، بيصل عددهم لستة مليون سائح كل عام، لكن للمرة الأولى يمكن للزوار المشي عبر ممرات تحت الأرض بعد الانتهاء من مشروع ترميم هذا المبنى بقيمة 30 مليون دولار. اشتغل في المشروع ده 80 من علماء الآثار والمهندسين المعماريين على الهايجيوم البنية التحتية لمدة عامين لإعادة مركز الاهتمام إلى نصب يحبه العالم بأسره، وهذه هي المرة الأولى اللي بيكون فيها ممشى بطول 525 قدم متاح للجمهور، وبيكشف أيضا عن جزء من المدرج الحجري اللي كان محجوب في السابق للسياح. الممرات كانت تحتوي على أقفاص وغرف، وكان السجناء والحيوانات والمصارعين ينتظرون المرور عبر مصائد للدخول إلى الساحة. مبنى فعلا مهم جدا، وأعتقد أنه هيكون مقصد لعدد كبير جدا من السياح على مستوى العالم. للمرة الأولى من 300 سنة تعود لوحة الرسام الشهير رامبران ذات أو The Night Watch أو دورية الليل للعرض، فيما يقول عنه الباحثون بأنه حجمها الأصلي مع استعادة مؤقتة لأجزاء كانت مفقودة في معرض مدعوم بالذكاء الاصطناعي. رامبران أنهى اللوحة القماشية الكبيرة اللي بتظهر قائد ميليشيا مدينة أمستردام وهو يأمر رجاله بدخول المعركة عام 1642. على الرغم من أنه اللوحة بتعتبر الآن إحدى أعظم روائع أعمال العصر الهولندي الذهبي، إلا أن شرائط طلائها قطعت من جوانبها الأربعة خلال نقلها عام 1715. ورغم عدم العثور على تلك الشرائط، إلا أنه فنان آخر في نفس الوقت قام بصناعة نسخة من اللوحة، واستخدم المرممون وعلماء الكمبيوتر هذه النسخة وقاموا بدمجها مع أسلوب رامبران لإعادة خلق الأجزاء المفقودة. الشخصية الرئيسية في اللوحة هو كابتن فرانس بانينك كوك، ويبدو متوسط أكثر للوحة كما كان في النسخة الأصلية لرامبران، مما جعل العمل أكثر حيوية. في ثلاث شخصيات تمت استعادتها كانت مفقودة من ناحية اليسار، ما كانتش مرسومة بكتير من التفاصيل، هم متفرجين، وهو تأثير كان يقصد به رامبران جذب المشاهد إلى داخل اللوحة.
جينا لأخبار حدائق الحيوان في العالم، ودي من الأخبار اللطيفة اللي بتبقى موجودة معنا في بداية اليوم. حديقة حيوان أوينو بطوكيو شهدت ولادة 2 من حيوان الباندا لأول مرة من 4 سنوات. الحديقة قالت أنه على موقعها الخاص بالباندا أنه جميع العاملين بيتعاونوا في مراقبة الباندا العملاقة الأم والطفلين وحمايتهم. طبعا احنا عارفين انه الباندا من اكتر الحيوانات المعرضة للانقراض، عشان كده بيكون في احتفاء كبير جدا بولادة اي حيوان جديد في اي مكان في العالم. البيان اوضح انه وزن احد المولودين بلغ 124 جرام، ووزن الثاني لم يعرف بعد، ويعادل طول كل منهما طول الكف تقريبا، لسه صغير جدا. الباندا الأم ولدت في 3 من يوليو 2005 ولدت في 3 يوليو 2005 بمركز أبحاث حماية الباندا العملاقة في وولونغ بالصين، ووصلت إلى حديقة الحيوان اليابانية قبل 10 سنوات مع رفيقها، وسبق أن أنجب 2 أنثى باندا في يونيو 2017. نروح لخبرنا الأخير النهاردة في هذا في تقديمتنا في هذا الصباح ومجموعة الأخبار اللي بنبتدي بيها. خبر طبعا عن حالة الأرصاد الجوية، بيسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة، خلاص الصيف ابتدى بقى بشكل فعلي، يعني شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البحار، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. خبراء الأرصاد صرحوا أيضا أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر. دي كانت أخبارنا اللي بنبتدي بيها معاكم دايما هذا الصباح، مجموعة متنوعة من أماكن مختلفة من العالم. هيكون معاكم بعد النشرة الرياضية القصيرة زميلي محمد شعبان، ومع جولة أخرى لكن مع عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. خليكم معنا.